تحية طيبة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل استمرار وباء كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي في عمق، وأمام الانخفاض التاريخي لأسعار النفط، وجدت جل دول العالم نفسها في مواجهة اختلالات مالية عديدة اضطرتها للشروع في مراجعات عميقة لمواردها. الجزائر واحدة من هذه الدول المعنية مباشرة بهذه التحولات السريعة التي شكلت موضوع بحث في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي اعترف بشح الموارد المالية للجزائر وأيضا بصعوبة الوضع الاقتصادي في الجزائر. وأمام تحديات رفعها رئيس الجمهورية تقضي باستحالة الذهاب إلى التفكير في إمكانية العودة إلى التمويل التقليدي والذهاب إلى المديونية الخارجية أيضا، تعددت الأسئلة حول السيناريوهات المتاحة أمام حكومة عبد العزيز الجراد لتدبر مصادر تمويل جديدة في وقت يشهد الجميع ويعلم الجميع تراجع إيرادات المحروقات بشكل كبير، وأيضا بتآكل مخزون البلاد من احتياط الصرف بأرقام مخيفة كما أقر بذلك قانون المالية الأول للعام الجاري. الجزائر أمام حتمية مصادر تمويل جديدة، موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج في المزاد. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام بكل الأسئلة التي تتفرع عنه، أسعد باستقبال الأستاذ الخبير الاقتصادي أحمد السوهرية الذي استضيفه عن طريق سكايب. أستاذ مساء الخير. مساء النور، صح رمضانكم. كل عام وأنت بخير أستاذ أحمد. أيضا معنا عن طريق الهاتف هذه المرة الأستاذ جمال بن عبد السلام، وهو رئيس جبهة الجزائر الجديدة. أستاذ رمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم، وتحية لك ولكل المشاهدين لقناة نوميديا. رمضان كريم لكل الشعب الجزائري. شكرا جزيلا أستاذ جمال، ابقى معنا. إذا أبدأ مباشرة مع الأستاذ أحمد السوهرية معنا عن طريق خدمة سكايب. أستاذ أحمد، قانون المالية الأول لسنة 2020 توقع تراجعا لإيرادات المحروقات بنحو 37 مليار أو بالضبط 37.4 مليار دولار، ثم جاء بعده القانون التكميلي لينزل هذا الرقم المعلن عنه إلى 20.6 مليار دولار، أمام أيضا توقع بانخفاض مخزون احتياط الصرف من 51 إلى 44 مليار دولار بنهاية العام. بداية الأستاذ أحمد، يعني كمتخصص في علم الاقتصاد نريد قراءة اقتصادية في هذه الأرقام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يتقبل منكم الصيام والقيام. فعلا كما توقعنا فعل وباء كورونا فعلته، فاليوم توقعات الحكومة باحتياطاتنا من الصرف تنهار من 51 إلى 44، أي خسارة في ظرف قياسي جدا في 3 أشهر، خسارة 7 مليار دولار، إضافة إلى خسارتنا من إيراداتنا من العملة الصعبة بفعل انهيار أسعار النفط التي ما زالت تنهار، لكن الحمد لله أن الشركة المعنية لشركة سوناطراك أنها تعمل بربحية، خاصة لما نتكلم على يعني التكلفة اللي تكلم عليها مؤخرا السيد وزير الطاقة المقدرة ب 7 دولار للبرميل، وفي الحين السعر يعني الآن حوالي 30 دولار، لكنه دون حدود السعر المرجعي الذي تبتغيه الحكومة اللي هو 50 دولار، وبالتالي نعم. فما زلنا نشهد خسارة كبيرة في احتياطنا من العملة الصعبة، يعني 17 مليار دولار، ونضيفوا لها 7 احتياطي الصرف، أي خسارة في الظرف 3 أشهر ب 24 مليار دولار، فهي خسارة كبيرة جدا. للأسف الشديد الوباء يحصد حتى الاقتصاد ويسبب أزمة للاقتصاد أيضا. طيب ابقى معنا أستاذ أحمد، نروح مباشرة للأستاذ جمال بن عبد السلام وهو معنا عن طريق الهاتف مباشرة. أستاذ جمال، يعني رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأحد الماضي كما تتبعتم تقريبا يعني أغلق الباب نهائيا أمام فرضية الذهاب إلى التمويل التقليدي، أي طباعة النقود، وكذلك الاستدانة الخارجية. هنا ربما أستاذ جمال
نصبح أمام حتمية البحث عن مصادر تمويل جديدة. سؤالي هنا على وجه التحديد أستاذ جمال، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن أمام الحكومة للبحث عن هذه المصادر للتمويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أجدد لكم التحية ولكل المشاهدين، رمضان كريم لكل الجزائريين والشعب الجزائري. في الحقيقة رئيس الجمهورية عندما أغلق هذين المنفذين لتمويل الميزانية وتمويل المشاريع وتغطية العجز المالي للقيام بمختلف مشاريع التنمية، هو مصيب فيما طرحه وقد وضع يده على أو أصبعه على الجرح. لا يمكن أن نعود إلى حبل مشنقة المديونية التي عانينا منها كثير بعد ما خرجنا منها بتكاليف باهظة جدا، يعني دفعنا المديونية أضعاف مضاعفة ما استلفناه وما اقترضناه من مختلف البنوك والمؤسسات المالية الدولية الخاصة والعمومية. ثانيا أن اللجوء إلى ما سمي بطبع النقود والتمويل الغير تقليدي، هذا الإجراء أيضا يسبب كارثة وقد سبب كارثة، يعني وقد قلنا آنذاك يعني لما لجأ الوزير الأول السابق أحمد يحيى إلى هذا الإجراء، قلنا بأن الرجل الآن لا فرق بينه وبين من يزور العملة من الشباب الإفريقي الذي يكون يعني جماعة الأمن تاعنا كل مرة يشدوا جماعة يزوروا العملة، فقط الفرق أن فيه من يزور العملة رسميا وباسم الحكومة وفيه من يزور العملة خارج يعني المسؤولية داخل السلطة. نعم. أيضا رئيس الجمهورية في لقائه الصحفي الأخير أجاب على مصادر التمويل وربما نحن نضيف بعض. أولا لابد للجزائر أن تضع حد كما يقول لك رب ضرة نافعة، ويجب علينا أن نحول المعنى والوباء إلى فرصة وإلى منحة، وهو أن ننطلق الآن، وليس الأمر يعني بسهولة ولا يعني قال فيه بين عشية وضحى، ولكن كورونا يعطينا فرصة ويعطينا خلينا نقول إكراه من أجل أن نخرج من التبعية لقطاع المحروقات الذي دأبنا عليه من الاستقلال إلى يومنا هذا. هذا الأمر يتطلب مجموعة من الإجراءات. بالنسبة لي أو من وجهة نظرنا، الرئيس تكلم على تنويع يعني الصادرات، الخروج من التبعية للمحروقات والاعتماد عليها إلى التصدير في مجالات التعدين الأخرى، والجزائر تملك إمكانات كبيرة في هذا المجال، يعني في اليورانيوم، في الذهب، في الحديد، في الفوسفات، في بعض المواد النادرة في العالم يعني المعدنية التي يمكن أن التوجه إلى الطاقة الشمسية والطاقة يعني الطاقات المتجددة اللي بالنسبة لنا مخزون لا ينتهي ومخزون يعني أكبر مخزون ربما طاقوي في العالم. ولكن أستاذ جمال، نعم أستاذ جمال أنعم الله عليك، يعني بالنسبة لهذه الإجراءات التي تتحدث عنها هي إجراءات حقيقية وعميقة، ولكن ربما هناك من يقول أنها يعني مفعولها قد يكون بطيئا، يعني لا نجني ثمارها في الوقت الحالي، يعني تحتاج إلى مدى زمني. نعم. لكن بالنسبة للإجراءات الاستعجالية يعني نحن محتاجين إلى تغيير، إلى رؤية استراتيجية اقتصادية جديدة للبلاد تعتمد على الخروج من قطاع التبعية لقطاع المحروقات إلى تنويع الاقتصاد، إلى الفلاحة، إلى السياحة، إلى كما قلنا إلى التصدير خارج يعني قطاع المحروقات، إلى التفكير في المجالات الطاقوية الأخرى وعلى وخصوصا بالنسبة لنا الطاقات المتجددة إلى غير ذلك. لكن لابد من إجراءات سريعة. بالنسبة للإجراءات السريعة، أولا نحن نحمد الله أن فيه يعني احتياطي الآن تاع صرف الاحتياطي تاع عملة يقدر ب 44 مليار دولار، أكيد أنه سيتأكل
يتأكل بوتيرة سريعة أستاذ، يعني كما تشير الأرقام وكما تشير تصريحات رسمية. إرشادية، نعم، إرشاد النفقات، وبحيث أننا والحكومة الحقيقة مشات في بعض الإجراءات، منها تخفيض ميزانية تسير ب 50%، منها يعني تخفيض فاتورة الاستيراد إلى غير ذلك، ومنع استيراد المواد. هذه كلها عندها تأثير مباشر وآني على الميزانية وعلى الإمكانات المالية. طيب أستاذ جمال، خليني برك نزيد نقطة إلى تفضل أستاذ تفضل. بلا إصلاح النظام الضريبي والنظام المالي بصفة عامة، سواء ما تعلق بالبنوك، سواء ما تعلق بالضريبة، سواء ما تعلق بالرسوم الجمركية، هذه الأمور أيضا نفعل ما يسمى بالتحصيل الجبائي، ومع السياسة التي اعتمدها رئيس الجمهورية هو تخفيض الضريبة مع توسيع دائرة تحصيلها وتوسيع دائرة جبايتها. نعم. أيضا عندنا مسألة مهمة، وهي أننا عندنا الآن سيولة مالية ولا مبالغ مالية كبيرة وتقدر ب 4000 إلى 6000 مليار دينار خارج يعني خارج الرقابة الرسمية فيما يسمى بالسوق الموازية. أنا أقترح إجراء عملي، وهو وسأشرحه إن شاء الله إذا كان لنا لقاء مع رئيس الجمهورية، وهو تغيير العملة في أقرب وقت. طيب، أننا نتخذ قرار تغيير العملة الموجودة في السوق، وهذا سيتيح لنا كما فعلت إيران مؤخرا اللي خارج إطار الرقابة الرسمية ولا التعامل الرسمي للدولة. نعم. ندخله إلى البنوك، نعطي لأصحابه حوافز إلى غير ذلك، ونمكن البنوك من الملاءة النقدية والسيولة النقدية، وبالتالي نحرك الاقتصاد. على الأقل إذا لم نذهب إلى المديونية الخارجية، على الأقل نذهب إلى المديونية الداخلية. نعم. طيب، طريق المديونية الداخلية مهما يكون كما نقولوا بالدرجة تاعنا زيتنا في دقيقنا، يعني إذا اضطررنا إلى الذهاب إلى المديونية. طيب أستاذ جمال، ابقى معي سأذهب مباشرة الآن إلى الأستاذ أحمد سوهلية عن طريق خدمة سكايب. كنت اقترحت يعني مجموعة من الإجراءات، مجموعة من ربما الطرق التي يمكن أن تخلينا نتفادى هذا ربما المضيق الذي قد نقع فيه. أستاذ أحمد سوهلية، يعني نبدأ بتصريح منتدى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات يعني لفسيوم، عندما قال هناك 4000 رجل أعمال في الجزائر مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع، وأيضا مرافقة الاقتصاد الوطني وفق الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها السيد الرئيس. سؤالي هنا على وجه التحديد أستاذ أحمد، يعني إلى أي حد تسهم هذه الخطوة في سد بعض الثغرات، ولا أقول في حل المشكلة نهائيا؟ نعم، دعني أكون أكاديميا بحتا في الطرح الاقتصادي. فلابد أولا أن نبحث عن الأسباب التي يعني جعلتنا نبحث عن التمويل، سواء من رجال الأعمال من خلالها تصريح المنظمة أو أصحاب أرباب العمل أو غيرهم من النقابات. اليوم السبب واضح ومشروح لدى الجزائريين، أن اقتصادنا للأسف الشديد سواء في موازنة الدولة أو في وارداتنا من العملة صعبة أو في احتياطنا، كله من العملة صعبة، وكله يعتمد اعتماد كبير على قطاع المحروقات الذي ينهار اليوم بعد يوم، وخاصة بعد نشهد اليوم المخزونات على آخرها، وبالتالي لن نشهد تحسن يعني في القريب العاجل لأسعار النفط. نعم. ذلك ما يجعل من نظريا من الحكومة اتخاذ السياسة المالية الانكماشية. ما معنى السياسة المالية الانكماشية؟ معناه أنه لما يكون عندنا نقص حاد في مواردنا المالية، سواء كانت من الجباية العادية أو من الجباية النفطية، لابد لنا أن نهدف إلى زيادة الموارد المالية. هذه زيادة الموارد المالية تتطلب منا زيادة الضرائب وتخفيض الأجور، لأن الحكومة كانت جريئة ومن خلال مجلس الوزراء ومن خلال السيد رئيس الجمهورية كانت جرأة كبيرة أن يتم تخفيض النفقات الدولة في ميزانية التسيير على حساب
عدم تخفيض الأجور، يمكن أنها خوفا من الجبهة الاجتماعية أو أنها شجاعة اقتصادية كبيرة وتحملت الدولة جزءا منها. لكن أقول لك أنه يمكن أن تخفيض نفقات الدولة في ميزانية التسيير في شقها الثاني اللي هو الوسائل واللوازم، يمكن أن تتضرر منه بعض المؤسسات الاقتصادية الصغيرة أو المصغرة التي كانت تعيش من سندات الطلب أو ما يعرف بالبوند كوموند. لأنه لما نقول تخفيض ميزانية التسيير يعني راح نخفضوا حوالي 1300 مليار دينار جزائري، وبالتالي فهو مبلغ كبير جدا. نعم يمكن أستاذ نعم أحمد. دعني أصل لك إلى قضية رجال الأعمال. نعم. من خلال الشح المالي هذا، يعني لما السيد رئيس الجمهورية يغلق باب الاستدانة الخارجية ويرفضها رفضا مطلقا، وهي شجاعة كبيرة، أنا كاقتصاد يقول لك أنها شجاعة كبيرة. لماذا؟ لأنه نعرف إحنا الاستدانة الخارجية، وخاصة لما تكون من صندوق النقد الدولي المعروف بتجاربه المريرة التي لم تنجح في الدول كثيرا، حتى الجزائر عانت منها في سنوات التسعينات، وخاصة بالإملاءات السياسية والإملاءات الاقتصادية ورفع الدعم الاجتماعي وغيرها. لما نغلق باب الاستدانة الداخلية نجد نقص حاد في مواردنا المالية. السيد رئيس الجمهورية يرفض الاستدانة الداخلية من خلال طبع النقود أو التمويل غير التقليدي، ثم يلجأ إلى رجال الأعمال أو إلى أرباب العمل من أجل دعم المشاريع، دعم المؤسسات التي يمكن أن تنشط في الساحة المالية، وخاصة كمصارف أو كاعتماد مصارف، وخاصة في ظل اعتماد الصرافة الإسلامية هو مهم جدا لاستقطاب كتلة نقدية. لكن هذه الكتلة النقدية تسهم بقوة في النشاط الاقتصادي دون أن تسهم في موازنة الدولة أو في نفقات الدولة. نعم. لكنها هنا جداً. إذا كان سمحت لي أستاذ أحمد إذا كان سمحت لي فقط عند هذه النقطة بالذات أريد أن أسألك، يعني ما هي الصيغة الأنسب لتنفيذ أو تجسيد هذا السيناريو الذي نتحدث عنه؟ أقصد هنا سيناريو يعني مساهمة رجال الأعمال. نعم، الآن لما نتكلموا على مساعدة رجال الأعمال، لأنه كنا نشهد سابقا نوعا ما فساد مالي لبعضهم من خلال الصفقات المشبوهة، ومن خلال يعني تحويل العملة صعبة، وانهيار في الاقتصاد من خلال يعني الاستيراد المفرط وغيرها. لكن اليوم كثير من القضايا الاقتصادية هي محل متابعات قضائية. بقي رجال الأعمال الشرفاء الآن موجودون في الميدان وهم بالاستعداد من أجل الإسهام. الآن يجب إيجاد الآليات اللازمة لأن يسهم هؤلاء في الاقتصاد. هذه الآليات تكمن في تحفيزهم، أولا في تحفيزهم يعني من جانب أنه حماية منتوجاتهم إن تم يعني تم اعتماد مؤسساتهم، سواء مؤسسات مالية أو مؤسسات اقتصادية، خاصة لما تكلموا على الفلاحة الصحراوية أو على السياحة أو على الأقل أي مؤسسة تخلق منصب الشغل ثم تقوم بدورة المالية، تنشيط الدورة المالية. نعم. حماية منتوجاتهم من يعني من استيراد المفرط، والسيد رئيس الجمهورية كم من محطة يتعهد بعدم استيراد المنتوجات المنتجة محليا، وهذا يعتبر ضامن مهم لرجال الأعمال الذين يريدون يعني ضمانات من أجل أن يعني يقوموا بإسهامهم من خلال كتلتهم أو يعني تمويلهم الخاص للمشاريع، مساهمتهم في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات، وخاصة في المجال الفلاحي، المجال الصناعي، صناعة الغذائية، صناعة المتوسطة، صناعة النسيجية وغيرها. هؤلاء كلهم أكيد هدفهم هم الربح، لكن التزامهم بتأدية واجباتهم الضريبية وباحترامهم لقوانين خاصة قانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية هو فقط يدخل في إطار حماية اقتصادهم وأيضا ربحيتهم الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها. طيب أستاذ أحمد، يعني سألتك قبل قليل عن أنسب الصيغ لتجسيد هذا السيناريو الذي نتحدث عنه بخصوص رجال الأعمال، هناك من ذهب يعني إلى مقترح استحداث ما أسماه بصندوق تضامن خاص برجال الأعمال، ما رأيك يعني في هذه الصيغة؟ هي صيغة جزئية، لما نتكلم على صندوق تضامن يعني رايحين نشهدوا مبادرات أو تبرعات لرجال الأعمال في صندوق معين. نعم. وهذه يعني فتحت الحكومة ورئاسة الجمهورية فتحت حسابات من أجل التضامن، لكن هذه تكون مساهمات مباشرة،
لا رئيس الجمهورية لا يتكلم عن تبرعات أو يتكلم عن إسهام. ما معنى الإسهام؟ يعني أن لديه كتلة نقدية معينة رجل أعمال فيسهم من أجل الربحية، يعني من أجل الربح، وبالتالي نعم. سيكون إسهامه في الاقتصاد مباشرة من خلال إنشاء المؤسسات، سواء كان مؤسسات مالية كما تكلم سيد رئيس الجمهورية بإنشاء مصارف إسلامية أو صيغ إسلامية، أو بإسهامهم من خلال إنشاء مؤسسات إنتاجية، لأنه اليوم يجب أن نتجه إلى المؤسسات الإنتاجية، لأنه يكفينا من المؤسسات الخدماتية ما هو موجود، لأن الخدماتية موجودة كثيرا. الآن نريد مؤسسات إنتاجية خاصة في القطاعات التي ذكرتها لك، وهي قطاعات منتجة، ويمكن اليوم أن تكون هناك سياسة الاكتفاء الذاتي، ثم ننتقل إلى تسهيل الصادرات، تصدير سلعهم ومنتوجاتهم إلى الخارج. لكن قد يجد رجال الأعمال بعض العوائق، يجب على الحكومة إزالة هذه العوائق أمام رجال الأعمال. نعم، طيب ابقى معي أستاذ أحمد، نروح مباشرة للأستاذ بن عبد السلام، يعني الأستاذ جمال، يعني الأستاذ أحمد يتحدث عن الإسهام من أجل الربحية هكذا أسماه، وتحاشي طريقة التضامن بالنسبة لمساهمة رجال الأعمال في هذه الأزمة. في هذه الحالة كما يتحدث الأستاذ أحمد، أستاذ جمال، يعني الأمر قد يقول قائل أشبه بحالة استدانة، يكون فيها المدين في أريحية، لكن الدائن يبقى دائما بحاجة إلى ضمانات تضمن له هذه المساهمة وقت ما يحتاجها. أخي، المشكل ليس في أنه، أنا مع الأستاذ أحمد فيما ذهب إليه، التضامن يعني فتح صندوق التضامن قد يساهم في حل بعض المشاكل الجزئية، مثلا الآن في موضوع كورونا أنه يخفف في مجالات معينة، لكن لابد أن نذهب إلى الاستثمار ونمكن هؤلاء رجال الأعمال الشرفاء والنزهاء من الانطلاقة الواعدة والإقلاع الحقيقي في استثمار إنتاجي، في الذهاب إلى الاستثمار الإنتاجي الذي في القطاعات المعروفة الآن اللي عندها دورة مالية سريعة، يعني ما هيش ثقيلة بزاف، وبالتالي نحقق أول هؤلاء يحقوا استثمارات ويفتحوا مؤسسات ذات طابع مالي أو فلاحي أو سياحي أو حتى صناعات تحويلية إلى غير ذلك. من خلال هذه المؤسسات نحققهم يحقوا الجانب الربحية، الدولة تحقق نتائج من خلال دفع الضرائب، نعم، والمساهمة في الرسوم والضرائب إلى غير ذلك، والمواطن يستفيد من مناصب الشغل، وبالتالي تبدأ تتحرك الدورة الاقتصادية من الإنتاج إلى الاستهلاك، إلى والاستهلاك هو والادخار أيضا إلى غير ذلك، فنحقق في نهاية المطاف دورة اقتصادية داخلية تعتمد على الاقتصاد المنتج للثروة والقيمة المضافة، ونساهم بالتالي في الانتقال من اعتماد تمويل ميزانية الدولة على الجباية البترولية والنفطية إلى تقليصها تدريجيا للوصول إلى تمويل الميزانية بجباية عادية وموارد مختلفة للدولة الجزائرية، بعيدا عن رهن ميزانيتنا لقطاع المحروقات الذي لا نتحكم في أسعاره ولا في سوقه. طيب أستاذ جمال، نعم أستاذ جمال، أراك هنا يعني تريح كثيرا على تحصيل الضرائب التي تستفيد منها الدولة، وهنا ربما يعني فتحت لي قوسا كي نمضي سويا إلى السيناريو الثاني من سيناريوهات مواجهة هذه الأزمة. هناك من يقترح استرجاع الضرائب المتواجدة خارج الخزينة. سؤالي هنا أستاذ جمال، يعني إلى أي حد يسهم هذا المقترح في على الأقل حل حالة الوضع؟ يعني أنا كنت إطار في الضرائب. نعم، مشكلتنا أننا نصدر كما نقولوا حقوق لدفع يعني الضريبة من مختلف أنواع الضرائب ولا تدفع، في تهرب ضريبي قاتل، وفي نفس الوقت تعاملنا مع الضريبة بعقلية إدارية، كل ما يجي قانون مالية قال فيه عجز أو في حاجة إلى تمويل في جانب معين
تعتمد وزارة المالية والحكومة عموما تذهب إلى الزيادة في الرسوم والضرائب. لم نتعامل نهائيا بسياسة ضريبية وجبائية مبنية على دراسة وتشخيص للواقع وكيفية الوصول، لأن في نهاية المطاف ما الهدف أنك تصدر ضرائب على تجار ورجال أعمال ومختلفة ولا تحصلها؟ نعم. في نهاية المطاف يعني نخسر الأوراق، أنا شخصيا نخسر هذوك لي زيكستري درول وهذوك لي زافي وهذيك الدعوات، يعني خسارة في الورق وفي العمل تاع الموظفين تاع ضرائب أكثر من اللي ندخلوا ضريب. القضية قالها رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير تاعو، نحتاج إلى إجراءين عمليين حتى نخرج تدريجيا من التبعية للجباية البترولية والذهاب إلى الاعتماد على الجباية العادية والمتنوعة. هذا الإجراءين، الإجراء الأول أن نذهب إلى مراجعة هذه النسب تاع الضرائب القاتلة للضريبة. نعم كما يقولوا بالفرنسية. نعم. المطلوب أن نذهب الآن إلى مراجعة هذه النسب بتخفيض هذه الضرائب لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين والتجار وغيرهم على دفعها وليس التهرب الجبائي. لا يهربوا بفرض الضرائب. ثانيا نعم استاذ جمال اسمح لي برك استاذ، اذا سمحت لي يعني فقط لانه الان امام حتميه التوقف عند فاصل اشهاري، سنبقى على نفس الفكره وننطلق في الجزء الثاني من البرنامج من حيث توقفنا. ارجو ان تتفضل بالبقاء مع الاستاذ جمال بن عبد السلام وكذلك الاستاذ احمد سوهلية، ابقوا معي سنعود بعد فاصل اشهاري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من البرنامج، أنتم معنا في برنامج في المزاد. الجزائر أمام حتمية مصادر جديدة للتمويل هو موضوع نقاش في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الأستاذ جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة وكذلك الأستاذ أحمد سوهلية المحلل الاقتصادي. أستاذ جمال عفوا على المقاطعة، قطعتك قبل أن تكمل الفكرة قبل أن نذهب إلى فصل إشاري، أرجو أن تتفضل بمواصلة الفكرة التي كنت تتحدث عنها. نعم، قلت لك الإجراء الأول يتمثل في إعادة النظر في هذه النسب المعتمدة يعني في الضرائب والرسوم ومحاولة تخفيضها بناء على تشخيص موضوعي للسوق ولما يحققه المتعاملين والخاضعين للضريبة من أرباح ومن أعمال. وفي نفس الوقت الإجراء الثاني هو أن نفعل دائرة التحصيل الضريبي، وهذه يعني تفعيل التحصيل هو الذي يخلينا ندخل مبالغ حقيقية مالية وإيرادات حقيقية تدخل وتوظف في تمويل الميزانية ولا نتعرض إلى العجز. ثم في إجراءات أخرى، أنا أعرف أن للدولة الكثير من العقارات والكثير من الملكيات في داخل الوطن وفي خارج الوطن أيضا. تصور أنه مثلا في خارج الوطن منذ الثورة جبهة التحرير اشترت عقارات ضخمة في أوروبا وفي فرنسا خصوصا، اليوم يتمتع بها أجانب جمعيات وغير ذلك بالأورو الرمزي إذا صح التعبير. من واجب الدولة أيضا أن تبحث على ممتلكاتها على أوقافها على الكثير من هذه الإمكانات وتعيد تقييمها وتسترجعها وتعتمدها كتمويل. أيضا يمكن أن نذهب إلى المهاجرين تاعنا، يعني إلا المهاجر إلا في الجزائر تهرب العملة الصعبة ولا تدخل إلى الجزائر. صحيح. ولهذا احنا هذا أيضا خزان باعتماد على جملة تاع تشجيعات وتحفيزات لأبنائنا في المهجر لعددهم 7 ملايين نسمة، أننا نفتح جيوب بنكية للبنوك العمومية الوطنية والخاصة خارج لهؤلاء باش يفتحوا حسابات، نعطيو لهم امتيازات هنا تاع سكن ولا تاع استثمار ولا لستو أدري. الدولة بإمكانها أن تقترح عدة أفكار وبالتالي نستطيع أن نعتمد على هذه القوة
القوة البشرية الموجودة في الخارج لتمويل الميزانية ودخول العملة الصعبة إلى الجزائر. نعم. طيب أستاذ جمال. أستاذ جمال. بكلمة مختصرة، نحن في وضع صعب جدا، ولكن لسنا في وضع مستحيل. بإمكاننا أن تحول هذه المحنة إلى فرصة. عندنا 44 مليار دولار، هذه تخلينا تكون كركيزة انطلاق لهذا التحول الذي يتحقق تدريجيا، وإن شاء الله ربي يزيد يرفع لنا هذا البلاء. نعم. ويتعود يعني. طيب أستاذ جمال، ونقدروا بإذن الله سبحانه وتعالى نمشوا إلى اقتصاد وطني قوي، وإلى مداخيل الجزائر يعني عندها كما يقولوا بالفرنسية دي بوتونسياليتي، ولكن لابد لنا أن نحسن الحوكمة وأن نحسن تعبئة مواردنا المادية وحشد مواردنا البشرية. بإمكاننا في مدى زمن قصير أن نخرج من هذه المتاهة التبعية لحبل مشنقة أسعار النفط في السوق الدولي. نعم. أستاذ جمال، يعني حتى نعطي النقطة هذه حقها قبل أن أمضي إلى الأستاذ أحمد سوهلية، سأبقى معك ولكن رجاء في أقل من دقيقة إذا أمكن، الأرقام المتداولة الآن يعني تشير إلى نحو 200 مليار دينار ضرائب خارج الخزينة، رقم كما تعلم يعني من شأنه أن يعطي دفعا للاقتصاد الوطني وبطريقة يعني بأريحية كبيرة، ولكن بأي طريقة يمكن استرجاع هذه الضرائب؟ البعض ربما يتساءل أستاذ، يعني وأنت تعرف أن قطاع الضرائب من الداخل وفي العمق تعرفه أحسن منا بكثير، البعض يتساءل الدولة في زمن الرخاء عجزت عن استرجاع هذا الحق، فكيف تنجح في زمن الأزمة يعني في استرجاع هذه الضرائب؟ والله يا أخي الكريم، القضية قضية تاع إرادة سياسية وتاع قرار سياسي سيادي. نعم. طيب احنا انا تعاملت مع طرق التهرب الجدائي والحيل والتواطؤ، ولكن المشكل لما نوجدوا انعدام الإرادة السياسية الفوقية، لأن كل المافيا الآن اللي راهي مسجونة أو بعضها مسجون وبعضها إن شاء الله تجيل تكشف الملفات ويسجن، كل الناس مستفادة من هذا التهرب الجدائي، كل الناس مستفادة، يعني الناس اللي متواطئين داخل السلطة آنذاك كانوا الأخر. أنا مرة كنت عضو في البرلمان وعضو في لجنة المالية والميزانية، ونظر لأننا ما قدروش نراقب هذو المستوردين وكذا، اقترحت آلية يعني على وزير المالية آنذاك الأستاذ دكتور عبد اللطيف بن أشنو، قلت له هاو لماذا ما نديروش كذا وكذا وكذا، واش قال لي؟ قال لي ما نقدروش نديرو. قلت له علاش؟ قال لي ما نقدروش. قلت له ما صرات له كيما سكانير تاع رئيس الجمهورية، جبناه درناه في الأدوان. نعم. لكن سكانير هذا من نهار اللي جبناه مسكين هو أمبان. نعم. طيب أستاذ جمال، أستاذ جمال، نعم. في نقطة يعني شبيهة بهذا الوضع، عمليا هل يمكن استرجاع يعني القروض البنكية الممنوحة لرجال الأعمال المتأخرين عن السداد؟ أنا قلت لك بإمكان الدولة أن تعتمد على آليات متعددة، ربما يطول شرحها هنايا. نعم. أنها تصل على الأقل، إذا ما قدرناش نسترجع كل حقوق الدولة سواء الضريبية ولا القروض الممنوحة بحيث أنها تعود كذا، بإمكاننا عن طريق إجراءات قانونية، إجراءات تحفيزية، إجراءات تطمينية إذا صح التعبير، أن نسترجع بتدرج جزء مهم من هذه الأموال. نعم. وهذه راح تساهم في 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 تخفيف الاختناق. صحيح. على الدولة، وتخلي الحكومة تتنفس وتقدر تمشي لقدام يعني، ولكن أيوة. القضية أستاذ جمال. نعم. خلينا نشارك الآن أحمد سوهلي يعني حتى لا ينتظر كثير، وأرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ. نعم. أحمد، يعني نذهب إلى السيناريو الثالث من السيناريوهات التي نتحدث عنها في مواجهة هذه الأزمة، وهو التقليص من ميزانية التجهيز لأقصى حد خلال الفترة الراهنة، هذا كسيناريو يعني مطروح. وهنا ربما أستاذ أحمد نذكر بأحد الإجراءات الاستعجالية التي لجأ إليها مجلس الوزراء الأخير المنعقد الأحد الماضي بخصوص رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50%. نعم، كله يدخل في إطار السياسة المالية الانكماشية اللي تكلمنا عليها. نعم. أكيد يعني نقص الموارد، لأنه احنا نعرفه
يعني تمويلنا ينقسم إلى 3 أقسام كي يفهمنا المواطن، إما أنه إيراداتنا سنوية أو احتياطنا من العملة الأجنبية من خلال صادراتنا، أو الاستدانة بنوعيها الخارجية أو والداخلية. الداخل، نعم. يعني هذه أنواع تقابلها نفقات أنواعها 3، إما نفقات استهلاكية عادة تكون في ميزانية التسيير أو نفقات التسيير بما يسمى، أو نفقات التجهيز أو نفقات الاستثمار. فالآن ما تضرر هو نفقات المشاريع، ما تم تقليصه أو الانكماش عليه هو نفقات التسيير ثم نفقات التجهيز، نفقات التسيير ب50% ثم نفقات التجهيز في مجلس وزاري سابق بأعتقد 7 مليار دولار بالنسبة لمؤسسة سوناطراك في بعض الدراسات. الآن في ظل هذه الشح الموارد أيضا أدعم كلامكم بأنه يجب على الآلة الضريبية التحصيل الضريبي أن يعمل عمله. لماذا؟ لأنه السيد المدير العام للضرائب تكلم في بداية السنة عن تهرب ضريبي ل 4500 مليار دينار جزائري، يعني مبلغ كبير وأعتقد أكثر من ذلك. وبالتالي الآلة الضريبية تطويرها، العمل على ضريبة الثروة التي قننت يجب أن تعمل عملها أيضا، فكلها تعتبر موارد داخلية نبدأ بها قبل أن نذهب إلى الاستدانة. لأنه يجب أن نقول أن الوضع الجزائري الاقتصادي هو صعب وليس متدهور، يعني مش في انهيار لكنه صحيح. صعب، لكن كل اقتصاديات العالم صعبة بحكم توقف المؤسسات الإنتاجية، لأن اليوم أغلى سلعة وهي سلعة النفط تشهد يعني ثمن بخس جدا، بخس يعني ثمن قليل جدا. لذلك يجب أن نذهب إلى كما تفضل الأستاذ إلى قضية الجبال العادية نغطي بها كامل موازنة الدولة، لأن اليوم نشهد ثلث من الجباية العادية، عفوا ثلثين من الجباية العادية وثلث من الجباية النفطية يغطون ميزانية الدولة أو موازنة الدولة، يعني الجباية النفطية ب 2900 مليار دينار جزائري والجباية العادية ب 4200 مليار دينار جزائري. فبالتالي ما دامنا في مستوى ثلثي تغطية للجباية العادية نريد استكمالها إلى 100% لتبقى الجباية النفطية في الاحتياط من العملة الصعبة. نعم. لكن هذا يجب أن تعمل الآلة الضريبية عملها. تبقى نفقات التسيير، يريد السيد رئيس الجمهورية الرجال الأعمال أن يسهموا معه في نفقات دعم الاستثمارات والمشاريع ذات الأهمية وذات الأولوية، وخاصة لما نتكلم على جل القطاعات. لكن يجب أيضا مراعاة أحوال المؤسسات الاقتصادية اليوم، لأنها أيضا تعود علينا بالجباية العادية. لما نتكلم عن الجباية العادية هي مجموع الضرائب ومجموع المداخيل من خلال الضرائب ومن خلال الجباية والجمركة وغيرها. فالمؤسسات أيضا تعاني من كثرة الضرائب، تعاني من قساوة بعض الضرائب المتعددة للمنتوج الواحد، فيجب أيضا تبسيط الضريبة. ولما نتكلم على توسيع مساحة الضريبة فلا بد أن نتكلم على توسيع الإنتاج، توسيع المؤسسات، طيب توسيع أحمد. المساحة الإنتاجية يقابله حتما توسيع المساحة الضريبية. أستاذ أحمد، يعني نتحدث عن تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50% كإجراء أقره مجلس الوزراء مؤخرا، لكن في المقابل يعني هناك اقتصاديون يضعون علامات استفهام كبرى أمام هذا الإجراء، على اعتبار أن حوالي يعني تقريبا 60% من ميزانية التسيير هي أجور وأيضا مخصصات للدعم الاجتماعي لدين هذين المحورين، لدين طالما تعهدت الدولة بعدم المساس بهما حتى في أسوأ الحالات. نعم، دعني أكون واضحا بالأرقام. نعم. ميزانية التسيير، ميزانية أو نفقات التسيير، ليست ميزانية، نفقات التسيير، نفقات التسيير. نعم. فيها شقين. نعم، فيها شقين، شق النفقات، نفقات التسيير ونفقات التجهيز. نفقات التسيير كبيرة مقارنة بنفقات التجهيز. نفقات التسيير تقدر ب 4900 مليار دينار جزائري، نفقات التجهيز ب 2700 مليار دينار جزائري حسب موازنة الدولة 2020. نفقات التسيير ليست 60%، هي حوالي
45% منها أجور ويعني علاوات ومنح للمستخدمين والموظفين العموميين. يبقى نصفها الآخر، حوالي نصفها الآخر، هو نفقات للتسيير من خلال الأدوات واللوازم الإدارية وغيرها والتكوينات وغيرها. تبقى نفقات التجهيز هي المعنية بالدعم الاجتماعي من خلال صناديق المتخصصة ومن خلال التجهيزات ومن خلال السكن وغيرها. فدعني أقول لك بعبارة دقيقة أن مجلس الوزراء يعني عمل على تخفيض في 50% من الجزء الثاني لموازنة التسيير أو نفقات التسيير اللي هو يعني ليس من ميزانية الدولة ككل. 50% لا تمس من ميزانية الدولة ككل يعني. لا يعني نفقات التسيير التي تنقسم إلى قسمين، القسم الثاني فيها اللي هو اللوازم والأدوات هو الذي سنخفضه إلى 50%، أي حوالي 1300 مليار دينار سنخفضها. لكن نفقات التجهيز يعني مست منها الدولة فقط مبلغ 7000 مليار دينار جزائري لصالح شركة سوناطراك في الدراسات وإنجاز، لكنه لم يتم المساس بالتحويلات الاجتماعية من خلال الصناديق ومن خلال التجهيزات. نعم. فالتحويلات الاجتماعية تدخل في إطار نفقات التجهيز وليس نفقات التسيير. نعم. طيب ابقى معي أستاذ، يعني نروح مباشرة للأستاذ جمال بن عبد السلام. أستاذ جمال، يعني هناك أمور ربما تبدو غامضة نوعا ما وتحتاج إلى تفسير أكثر. أمام يعني الضائقة المالية، مجلس الوزراء يقر برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18000 إلى 20000 دينار بداية من شهر جوان القادم، أو الفتح من جوان القادم، وأيضا إلغاء النظام الجبائي المسمى التصريح المراقب بالنسبة للمهن الحرة. يعني ربما يبدو هناك نوع من الغموض في هذه الإجراءات التي ترافق هذا الوضع. والله أولا دعني أكمل فكرة تطرق لها الأستاذ أحمد، وهو قضية الميزانية التسيير والخاصة بالنفقات الخاصة باللوازم تاع التسيير بأمور. المشكلة، رئيس الجمهورية في لقائه الأخير أشار إلى مشكلة تضخيم الفواتير. احنا أستاذ سعيد كل السنوات اللي عدت عشنا لغاسبياجي، التبذير الممنهج. نعم. بحيث أننا يعني في جانب التسيير عندنا زوج كتلات صعاب نسوهم، وهي الأجور والمنح الاجتماعية المخصصة لمختلف الفئات، وعندها يعني نسبتها المحتاة كما تفضل 45% على المستوى ميزانية التسيير أو نفقات التسيير. لكن في الجانب الآخر فيه تبذير كبير، يعني بإمكان الدولة عن طريق ترشيد النفقات والإجراء اللي قامت به الأخير الحكومة، ربما يندرج في هذا الإطار، يعني بترشيد النفقات نسترجع الكثير من الموارد المالية ونضعها في إطارها الصحيح بعيدا عن التبذير اللي كان مقبل يعني. نعم. بالنسبة لسؤالك يعني ذكرني به، راني نسيت الصحة. هو القرار الأخير لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى المضمون إلى 20000 دينار جزائري يعني، وكذلك إلغاء النظام الجبائي المسمى التصريح يعني المراقب. هذا الإجراء ندار أولا بالنسبة للفئات الاجتماعية يعني العمال والموظفين، يعني أولا نتكلم على أنه رايح يكون عندها أكيد انعكاس على الميزانية بكتلة نقدية مهمة، وأيضا ربما في وقت يعني نشكو شح الموارد المالية. لا، دوك الرئيس مشى في قرارات. نعم. والوضع تاع الكورونا خلى الناس هادو ينضروا كثير، يعني هاد الناس اللي المهن الحرة هادو إلى غير ذلك ينضروا كثير، وإمكاناتهم ماهيش إمكانات تاع شركات كبار ولا شركات إنتاجية كبيرة. ولهذا رئيس الجمهورية مشى بالتمسك والتعهد بالبعد الاجتماعي لسياسة الدولة بناء. نعم. على مبدأ أول نوفمبر، قال كان هذا الأمر لا أتخلى عليه. ولهذا هذه النسبة هذه اللي راح تنزاد على الميزانية ولا تتأثر بها الميزانية لا تشكل من وجهة نظري تأخير كبير وعبء كبير على الميزانية،
أمام الشيء اللي كنت أتكلم لك عليه فيما يتعلق بالنفقات تاع التسيير والتجهيز داخل الميزانية بعيدا عن المنح والأجور، لأن هذيك اللي راهي تأخذ الأمور بشكل كبير، وبالتالي التقليص من جانب هذاك والرفع من الجانب هذا يعني تاع الجانب الاجتماعي الخاص بالأجور يعني الأجر القاعدي إلى غير ذلك، هذا أعتقد أنه رايح يلقى نوع من التوازن، يخلق نوع من التوازن، يعني تخفيض من جهة ورفع من جهة، رايح يكون فيها نوع من التوازن وربما فيها أيضا نوع من التقليص. أنا ما عنديش يعني إحصاءات دقيقة. نعم. طيب أستاذ جمال، رغم هذا الإجراء الذي اتخذ. نعم أستاذ جمال، يعني بعيدا عن الأرقام وبعيدا عن كل هذا، وزير التجارة يعني كمال رزيق خلال لقائه مع صحيفة خارجية في اليومين السابقين وجه دعوة لرجال الأعمال العرب للاستثمار في الجزائر. سؤالي هنا أستاذ جمال، يعني هل يمكن اعتبار هذه الدعوة التي جاءت عن طريق وزير التجارة جزء من الخطة المعول عليها لمواجهة الوضع؟ أكيد نحن محتاجين إلى رأس المال الوطني والمحلي، ومحتاجين إلى رأس المال الأجنبي الخارجي أيضا. نعم. وخلي أنا أتوجه بالشكر للأستاذ كمال الصديق، يعني اللي كان عندنا مقبل لقاءات في الجانب الاقتصادي، أن الاستثمار العربي في الجزائر حورب في السنوات الماضية، ووجهت له كل أشكال التضييق والمنع وعدم السماح له بأن يتحرك، يعني الاقتصاد خلينا نقول العربي والإسلامي، وفتح المجال لاقتصاديات أخرى بطريقة انتقائية. اليوم التوجه بالنداء إلى رأس المال العربي هذا أمر لابد أن يشجع، ولكل رأس المال، نحن لسنا يعني ضد رأس المال الأجنبي الآخر أن يأتي ليستثمر في بلادنا، ولكن هذا أيضا يعتمد، لأن رأس المال كما قلت جبان، ورأس المال يبحث دائما على الربحية وعلى تحقيق الأرباح، ولهذا لابد لمنظومتنا القانونية ومنظومتنا التسييرية أن تتكيف مع مثل هذا النداء. محتاجين أننا خصوصا الجانب البيروقراطية في التعاطي مع الناس، موضوع الرشاوة والفساد اللي يفرض على المستثمرين وعلى كذا يعني وإرغامهم على دفع رشاوة وتعطيل الملفات، لابد أن تزال كل هذه العوائق وأن نوفر مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار في بلادنا، وحتى خلينا نتكلم على ذهنية الإنسان الجزائري الذي يجب أن يتكيف أيضا مع الاستفادة من هذه الاستثمارات. صحيح. كاين عامل داخلي يجب أن نحضره من أجل القدرة أو توفير الحظوظ والفرص من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا. أنت عارف بأنه في الساحة الاستثمارات فيه تنافسية دولية كبيرة، يعني كل دولة تحب أن تستقطب الاستثمارات لبلدها ولأرضها، ولهذا احنا وهذا يعتمد على المزايا المقارنة وعلى ما نقدمه من تحفيزات ومن تشجيعات لهؤلاء المستثمرين حتى يدخلوا ويستثمروا في الجزائر. نعم. وفق أيضا دفتر شروط يحقق لنا مصالحنا في التمويل وفي التشغيل وفي التنمية إلى غير، وفي نقل التكنولوجيا إلى غير ذلك. نعم أستاذ جمال، إحنا لازم تكون عندنا أجندة لتحقيقها من ورائنا. أستاذ جمال، يعني كملاحظ اقتصادي وكرجل سياسة أيضا، يعني سؤالي هنا وأرجو أن تكون الإجابة يعني قصيرة، هل ترى أن الحواجز السابقة التي كانت تحول دون استقدام أو دون يعني مجيء رجال أعمال عرب للاستثمار في الجزائر قد زالت الآن وأصبحت الفرصة مواتية يعني لقدوم هؤلاء رجال أعمال العرب؟ لا يمكن إزالتها بين اللحظة وأخرى، يعني قلت لك لازم في عمل يندار عندنا أكثر وبقوة. نعم. وأنا نقول أن الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الذي ورث هذا الوضع الكارثي يحتاج إلى فريق كوموندوس وطني، إلى ساموراي جزائريين في كل الميادين ليغلبوا المصلحة الوطنية ومصالح العليا للدولة الجزائرية ومصلحة الشعب الجزائري قبل المصالح الذاتية تاعهم. صحيح. اللي كانوا مقبل يا أخي كان قبل ما يروح يدير صفقة
تاع استثمار ولا تاع استيراد ولا تاع اي معامله اقتصاديه، اول ما يخمم فيه يخمم في الباي اللي يديه، النسبه اللي يديها، واللي يحولها الى الخارج للاسف الشديد. اليوم نعم. لابد من قياده وطنيه متشبعه بالقيم الوطنيه نعم. وتاخذ قرارات وتمشي توفر تسهيلات دون المساس ايضا بالمصالح الوطنيه نعم. باش كما يقولوا بالمعادله الاقتصاديه في البيزنس غانيون غانيون او رابح رابح، اننا احنا نستفيد والمستثمر يستفيد ونوفر كامل. وانا نعم استاذ جبل، الرئيس عبد المجيد تبون عنده هذا النفسيه والاراده لاستقطاب هؤلاء المستثمرين العرب نعم. وراس المال العربي الموجود يعني في الاقون. لكن انا اعتقد ايضا انه ستكون هناك عصي داخل العجلات وتكون هناك مقاومه لهذا التوجه. نعم استاذ جمال، للاسف الشديد يعني الوقت داهمنا، وانا هنا ربما اختم يعني بالتصريح الاخير للسيد رئيس الجمهوريه مؤكدا ان الجزائر تملك كل المؤهلات للإقلاع الاقتصادي بعد نهاية أزمة كورونا، وحدد هذا الإقلاع بسنتين فقط. ولكن كما قلت يعني قبل قليل، كل الأمور ترتبط بتوفر العزيمة والإرادة السياسية المرافقة لهذا الجهد كله. إذن أشكرك أستاذ جمال بن عبد السلام، والشكر أيضا موصول للأستاذ الخبير الاقتصادي أحمد السوهرية، كان معنا عن طريق خدمة سكايب. الشكر أيضا موصول للفريق الذي رافقني في هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج في المزاد. تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، كل عام وأنتم بخير.